بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنلخص درسنا، يعني درس فيكي ماذا؟ معاملة المصرفية. هذا درس مقرر لمستوى الرابع شريعة من كتاب معاملة المشرفية للدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي. طيب، هنا سنستعمل لغتين، العربية والإندونيسية. طيب، أولا سنعرف ما هو البيع. قال دكتور الشبيلي في كتابه أن البيع هو لغة أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، مأخوذ من البائع، لأن كلا من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. أعتذركم لأخطائي في اللغة. طيب، البيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء آخر. إذن نعيد، البيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، يعني أخذ منرم السواتو وإعطاء شيء ماذا؟ أخذ شيء منرم السواتو وإعطاء شيء آخر، dan memberikan sesuatu yang lain. وهذا البيع مأخوذ من البائع. Kata bayi adalah sebuah kata turunan atau suatu kata yang diambil dari al-ba'. Limadha ba', yang artinya kullan minal mutaba'in yamuddu ba'ahu lil-akhdi. Artinya depak. Ba bermakna satu depak. Limadha? Li'anna kullan minal mutabai'in mutabai'aini yamuddu ba'ahu lil-akhdi wal-i'ta. Karena kedua belah pihak itu, penjual dan pembeli, saling mengulurkan depaknya, tangannya, untuk menerima dan memberi. Depak tangan. Amma al-ba'u fil istilah. Al-ba'u fil istilah. Al-ba'u fil istilah, yakni mubadalatu malin bimalin ligurdi tamalluk. Mubadalatu malin bimalin ligurdi tamalluk. Yaitu saling tukar-menukar harta dengan tujuan memiliki. Mubadalatu malin bimalin igordi tamal. Saling tukar-menukar harta dengan tujuan memiliki. Pemilikan. Taib naktub. Al-bay'u lugatan ma'khudun. Mada?
أخذ شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، وإعطاء شيء آخر أو شيء آخر. طيب، مأخوذ من الباء، مأخوذ من الباء. طيب نكتفي هنا. لماذا باء؟ لأن الباء بمعنى دفع أو tangan. Wahada limada ma'khudun baik min al-ba' li'anna al-ba'i wal mushtari aw mutabai'ain hada yamuddu ba'ahu yamuddu yadahu ba'ahu lil akhdhi wal iqta. Amma fi istilah istilahan ماذا في الاصطلاح؟ هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال للشيء لغرض التملك، لغرض التملك، التملك. طيب نعيد. البيع لغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، ولفظ البيع مأخوذ من الباع، الباع بمعنى دفع. لماذا يسمى أو لماذا مأخوذ هذا اللفظ من الباع، هذه الكلمة من الباع؟ لأن كل من المتبايعين ماذا يمد باعه للأخذ والإعطاء. أما في الاصطلاح هو مبادلة مال، مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال لغرض التملك. ما البيع؟ طيب